تذكرون معي اليوتيوبر المصري أحمد حسن الذي أثار الجدل هو وزوجته مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو أفزع ابنتهما وتعرضا بسببه لمساءلة قانونية. يعود اليوتيوبر الشهير بإثارة الجدل مجددا بعدما بث فيديو مباشر على حسابه، بثه عن حريق في سيارته. أحمد قال في الفيديو أنه شاهد وهو وعائلته داخل السيارة أعمدة الدخان تخرج من السيارة، فورا خرجوا هربا منها. أبدى استغرابه من أن الحريق، يعني من هذا الحريق، خصوصا أنه اشترى السيارة من الشركة مباشرة ولم يستخدمها إلا قليلا، لكن السيارة يبدو أنها احترقت بشكل كبير. في الفيديو لم يمر دون جدل وانقسام بالآراء، اعتبر كثيرون أن تدخل العناية الإلهية حال دون وقوع كارثة، بينما شن كثيرون هجوما على حسن واتهموه بافتعال الحريق لمحاولة جذب الانتباه والحصول على نسبة مشاهدات عالية. مشاهد يا جماعة، دي عربيتي موديل 2020، موديل 2020 ماشي بيها أنا ومراتي وبنتي. أنا راكب العربية ومراتي وبنتي جنبي، فجأة العربية طلعت دخان ولقت بينا وإحنا في الطريق. عربية موديل 2020، عربية تمنها 1,000,000 جنيه، بتولع مننا وإحنا ماشيين في الطريق وإحنا جواها. لو كان تتخيلوا، بصوا يا جماعة اتفرجوا، عربية يعني مش ماركة، مش عربية سينا، عربية بأكتر من 1,000,000 جنيه كوم تراب، حول الله حسب الله ونعم الوكيل. يعني تخيلوا كانت تولع وإحنا لسه جواها. الحمد لله لحقنا نفسنا ونزلنا منها قبل ما تولع كده وقبل ما تنفجر بينا. اتفرجوا يا جماعة، فرجوا عربية بأكتر من 1,000,000 جنيه من شركة راكب فيها أنا ومراتي وبنتي، بتولع بينا وإحنا عدينا في الطريق. يعني طلعت دخان في الأول، ركنت على جنب، نزلت أنا ومراتي، بعدنا عنها العربية ولعت. حريق مفجع فعلا. تعلق الآن، نتحول إلى التعليقات مباشرة التي جاءت حول الموضوع. بلال يقول على أساس عربية خالية زي دي أو غالية زي دي بتولع لوحدها، يبدو أنه مش مصدق. شوف هيلم، كان فلوس تعويض وأرباح الفيوز من الفيديو، لكن أنا متأكد أن شركة هتقاضيه على التشهير ومش بعيد يتحبس لو هو الموضوع متعمد. في تشكيك في الموضوع. بركات يقول الحمد لله ربنا ستر عليهم، ما لهمش علاقة في العربية سواء كانت غالية أو لا، ده نصيبك وقدرك، واحمد ربنا واشكروا أنكم بخير. عربية قديمة أو جديدة ممكن أنها تولع. هاني بيقول ولع في العربية ولا مولعهاش، السؤال عربيتك بتولع ومراتك وبنتك في خطر، وانت بدل ما تكلمني وتكلم او تكلم المطافي، تتصل بالمطافي ولا الاسعاف، واقف تصور فيديوهات. ما بنعرف، يمكن اتصل بالمطافي والاسعاف قبل ان يصور هذا الفيديو. على كل